احنا خلصنا الكلام ده كله خلاص على موضوع فير برايس. والقصه بتاعته كانت ايه؟ القصه بتاعته ان احنا كسيرتيفايد كي ان اكس تريننج سنتر، الكورس البيسك بتاع التريننج بتاع الكي ان اكس، وده كورس اول كورس في الكورسات بتاعه الكي ان اكس. ولو عايزين تعرفوا اكتر عنه هتلاقوا على اليوتيوب شانل عندنا بنتكلم عليه شويه يعني. وده اول كورس بيدخلك في الكي ان اكس، جزء نظري جزء عملي، بتمتحن فيه امتحانين، امتحان نظري امتحان عملي. وده من الكورسات المهمه في الكي ان اكس، بيحطك على التراك الرايت تراك للكي ان اكس. ودايما كان عندنا نقطه ان البرايس بتاع الكورس بالنسبه لبعض الطلبه او لكتير من الطلبه ان هو شايفينه انه عالي شويه عليهم، اوكي، وهو ده ماركت برايس نتيجه للفاليو بتاعه الكورس. فعملنا حاجه ظريفه جدا، قلنا طب ما تيجي نسال الطلبه الفير برايس اللي شايفينه يكون ايه، فخشوا اعملوا فوتنج. وعملنا ساعتها فوتنج على التليجرام شانل، وقلنا للناس للطلبه خش حط فوت انت شايف الكورس ده تدفع فيه قد ايه. وقلنا ساعتها حتى ان الكورس احنا بنتكلم زي الكورس ما الكتاب قايل، يعني قلنا الكورس ده في جزء نظري في جزء عملي لازم يكون اون سايت، اوكي، بالامتحان بتاعه بالشهاده بتاعته بكل حاجه بالكواليتي بتاعتنا الحمد لله اللي احنا عاملينها في ايون فيوتشر. الكواليتي الحمد لله معروفه مش هتكلم عليها. فبنفس الكواليتي دي انت شايف اللي انت ممكن تدفعه كفير برايس او افوردر برايس ايه، تمام. وكانت هي دي القصه بكل بساطه يعني. وكان ده يعني محمد من الناس اللي اتناقشنا في الموضوع مع بعض يعني، وكانت برده من افكاره يعني. فالنهارده حبينا نعرض عليكم الفوتنج حصل فيه ايه، تمام. الفوتنج اتحط على التليجرام شانل عندنا، ودي كانت نتيجه الفوتنج. الفوتنج في كام واحد عمل فوتنج يا اخوانا؟ في 89 فوتس حصلوا، وتقريبا 83% حطوا اول اوبشن اللي هو كام السعر من 1200 ل 1500 جنيه، اوكي. انا كنت حاطط الاوبشن الثاني بصراحه، وكان في شويه ناس حطوا الثالثه والرابعه، اوكي. فا اتس يور فوت، واحنا ريسبكت الفوت بتاعكم على فكره باي ذا واي. وحتى احنا لقينا الرقم من 1200 ل 1500، فقلنا خلاص يبقى احنا هنشتغل على الفير برايس او يور فويس، هنشتغل على 1350، ده الافرج من 1200 ل 1500. محمد الصادق تمام، يعني ده الافرج يعني. في ناس عشان يبقى افرج معلش تمام. طيب بس هي الموضوع احنا عاملين الكلام ده مش مطلق، احنا الكورس احنا بندي الكورس ده تقريبا باضعاف الثمن ده، ومحمد يعرف الكلام ده. فالكلام مش مطلق، انا عاملين الكلام ده للناس اللي ويلنج انها تتعب في الكورس وتكمل فيه، ويكون بكريتيريا معينه. الكريتيريا بتاعتنا ايه عشان برضه نبقى واضحين؟ الكريتيريا اول حاجه الكلام ده هنعمله بس للطلبه اللي هيتخرجوا السنه دي، او يتخرجوا السنه دي ان شاء الله، او يتخرجوا السنه الجايه، يعني هم في دفعه السنه دي فريش جرادز، او هيتخرجوا لسه السنه الجايه، فهم في السنه قبل الاخير، تمام. فهو بس للطلبه بس، مش مطلق للناس اللي شغاله في المجال. الكلام ده هيبقى الفاليديتي بتاعته السمر بتاع السنه دي بس، اللي هو اغسطس وسبتمبر، عشان الجزء التكنيكال هيبقى موجود اون سايت، فمحتاجين نخلص النظري والعملي خلال الشهرين دول، تمام. طيب ايه تاني؟ بس في كورس هنتكلم عليه دلوقتي لازم تخلصه الاول عشان تخش الكورس بتاع البيت، تمام. ده سام كايند اوف ايفالويشن كرايتيريا، بنتاكد الشخص ده قدر يخلص الجزء ده ولا لا، تمام. هنعمله الاول 15 واحد يقدموا بس، بصراحه مش هقدر افتح اكتر من كده انليس ان حصل حاجه او جالنا ريكوستات تانية او كده، لكن نيتنا دلوقتي عشان الريسورسز بتاعتنا اول واحد 15 هيقدموا، هم دول ان شاء الله هنكمل معاهم، اوكي. طيب البروسيجر، اول حاجه احنا عملنا كورس حطيناه اونلاين اسمه بريباراتوري كورس، كورس تمهيد للكين اكس. حطينا في الكورس ده معلومات كتير عن الكين اكس، الكورس ده نزل امبارح على اليوتيوب ونزل على الويب سايت بتاعنا. اللي هيخش الكورس ده ويشتغل فيه هيعرف معلومات كتير عن الكين اكس، معلومات نظري معظمها، موجود في جزء عملي كمان فيه عملناه كانه سيميوليشن يعني. وفي في اخر كل شابتر في الكورس ده كويز، يعني 7 اسئله، والاسئله دي راندم على فكره يعني ما بتتكررش لكل الناس، احنا حاطين بول اوف كويشنز بتقلب، اوكي. هتخلص الكويز دي هتنجح فيها تخش على الشابتر اللي بعده، تخلص في الاخر خالص يبقى انت كده عديت من الكورس ده وليك سيرتيفيكت من عندنا، مش من الكنيكس اسوشيشن. فالكورس ده بحد ذاته هو فيه معلومات كثيره قوي للي عايز يتعلم، اوكي. فاول بروسيجر عندي اللي عايز يخش في في الحته بتاعت الكورس بتاع الكينكس بيسك كورس بالسعر اللي قلناه ده، محتاج انه يخش الاول طبعا يكون طالب في السنتين اللي قلنا عليهم، ويخش الاول ياخد الكورس ده، اوكي، ويخلصه وينجح فيه. فده اول حاجه بالنسبه لنا عشان يميك شور بس ان الناس دي فعلا قادره انها تعمل الكلام ده، اوكي. الكورس بيكفر توبكس كتيره في البيسك، من البيسك كورس مش كل البيسك كورس بيكفر حاجات كتيره، وده ستارتنج بوينت جيده جدا للايه، للناس البيجنرز، اوكي. تخش على الكورس ده ازاي؟ هتخش على الويب سايت بتاعنا اللي احنا عملناه اسمه kinx.infuture.com، اوكي.
هتختار انك تعمل انرول، لو مالكش يوزر نيم تعمل كريت يوزر نيم جديد، هيبقى لك اكونت عليه، تخش في الكورس هتلاقي شويه فيديوهات، بعد كل فيديو فيه كويزات، تحل الكويزات وتعمل ميك شور انك تعمل انك عملت كومبليت الكورس. هتخلص الكورس ده، خلصت الكورس ده تبعت لنا، اوكي ابعت لنا على التليجرام الشانل، قول انا فلان الفلاني انا خلصت الكورس وعايز اخد الايه الكورس بتاع البيسك كورس في الموضوع بتاع الفير برايس، هنكلمك هنطلب منك اغلب الظن، ظروف من الشهاده بتاعه الجامعه او ان انت لسه طالب في الجامعه، كارنيه القصه دي، وهيبتدي ان شاء الله نقول لك النكست ستيبس بتاعتك بعد كده ايه، اوكي؟ عشان كده بقول لك ان في ستودنت بروف البي ريكوايرد، هنطلب منك الموضوع ده، تمام كده؟ طيب انت اكسبكتنج ايه؟ اول حاجه البريبراتوري الكورس اللي عملناه هو اوريدي فيه انفورميشن كتيره جدا وتوتري فري، فلو انت كان عايز تتعلم حتى بعيد عن الموضوع انك تاخد البيسك كورس، الكورس ده هيفيدك جدا، والويب سايت اوريدي اللي عملناه ده بتاع كينكس.com حطينا ليه معلومات كتيره جدا عن كينكس زي اليوتيوب تشانل بتاعتنا ان شاء الله، فالهدف ان احنا ننشر النولج بقدر الامكان بغض النظر خدت سيرتيفيكت ولا لا، تمام؟ وزي تاني بقول لكم تاني، السيرتيفيكت مش اهم حاجه، اهم حاجه النولج، انك تاخد سيرتيفيكت النهارده، بيقول لنا ناس خدوا سيرتيفيكتس من كينكس اسوشيشن، حضروا كورس سام هاو ومش فاهم حاجه في العملي، انه حضر الكورس مثلا اونلاين كله بيديله الاكتويتر في ايده وهو مش عارف الاكتويتر ده بيعمل بيه ايه، وناس تانية ما خدتش كورسات بس شغالة عملي من زمان وشاطرة جدا وممكن يقعد مع حد بيدرس يعلمه كلام كتير، فالبراكتيكال نولج وانك تشتغل نفسك اهم من الورقة اللي بتقول انا سيرتيفايد، الورقة ليها قيمة مهمة جدا عشان يمكن نكس اسوشيشن، لكن في حاجات تانية ممكن في سوق العمل اهم منها كمان، اوكي؟ طيب فخدنا الكورس ده، بعد كده نقدر نسجل في البيسك كواليتي كورس بتاعنا، الكواليتي كورس الكواليتي بتاعت البيسك كورس عندنا مش هنقدر ان احنا ننزل فيها، عشان كده احنا قلنا اننا مش هننزل فيها، ففي جزء نظري هيتعمل نظري، جزء عملي هيبقى في المكتب عندنا في القاهره، فلو انت مثلا من سكان الاقاليم والكلام ده اعمل حسابك انك عشان تكمل هتيجي تحضر الجزء العملي في المكتب عندنا ان شاء الله بعدين في القاهره، اوكي؟ وده في امتحان في اخر الوقت بتاع البراكتيكال ده، تمام؟ وده بنعمل الكلام ده ليه؟ علشان نميك شور ان انت خدت الشهاده من كينكت اسوشيشن ومن فيوتشر، حتى لو الكوست بتاعها كان كوست افوردبل سم هاو، لكن الكواليتي بتاعتك لما تقول انا خدتها من ايون فيوتشر، الكواليتي بتاعت ايون فيوتشر المعروفه ان شاء الله رب العالمين، تمام؟ طيب فطبعا في براكتيكال اكزام وفي ثيوريتيكال اكزام زي ما الكتاب قايل في كينكت اسوشيشن، لما بتخلص الكلام ده كله بعد كده تبقى تاخد الشهاده من كينكت اسوشيشن، واحنا كمان بنحط لك على الويب سايت عندنا وعلى السوشيال ميديا عندنا نقول فلان الفلاني او فلان الفلانيه دي خلصت الكورس شهادتها ايه، يقولوا لك كونجراتيليشن، احنا بنعمل لك شويه موتيفيشن. فالبروسيس الثاني ايه؟ عشان اللي عايز يخش في الكورس من الموضوع، الناس الطلبه اللي عايز ياخد الكورس بالسعر ده مش مفتوح لكل الناس، مفتوح بس للطلبه اللي هي خريج السنه الجايه او السنه او خريج السنه دي، الناس لازم تخش الاول تاخد الكورس بتاع البريباراتوري كورس وتخلصه وتنجح فيه، اوكي؟ بالكويزات بتاعته تبعت لنا على التليجرام شانل اللي هي موجوده قدامنا دي، ايهم اندرسكور فيوتشر، اوكي؟ والتيك فروم دير والكلام ده عاملينه، بس الاول واحد 15 يقدموا ان شاء الله رب العالمين، ومحتاجين نخلص الكلام ده لو يخلص على 2 باتشز او 3 باتشز يخلص خلال اغسطس وسبتمبر، لان برضه مربوط بوقت البراكتيكال كورس بتاعنا افيلابيلتي بتاعت الانستراكتورز والكلام ده كله، اوكي؟ تسجل ازاي في الكورس؟ قلنا هتخش على kinex.ionfuture.com تسجل فيها. لو عندك اي سؤال فعندنا دايما الجروب بتاعنا على التليجرام، جروب الفيسبوك برضه كمان موجود اهو، والسبنر بتاعنا موجود برضه اهو، تمام؟ لو انا مكانكم انا محتاج اخلص الكلام ده خلال ثلاث ايام، يعني اسجل بكره الصبح في kinex ويب سايت ionfuture.com، هتعلم وهقعد يوم مثلا بخلص في الكلام ده، هبعت لحد اقول يا اخوانا انا خلصت وعايز اخش في الكورس، الاثنين تكون بتاخد الكورس الجزء النظري، الاربعه مثلا بيكون بتاخد الجزء البراكتيكال. انا لما كانك اخلص القصه كلها خلال الاسبوع ده، فلو انت فعلا ويلنج انك تخش وعايز تاخد الكورس بالسعر ده اللي انا شايف انه سعر قليل بالنسبه للماركت شير، انا واخد الكورس باضعاف السعر ده، هو حبيبي عشان انتوا عارفين يعني، بس يعني ايه بس اتفرجت يا محمد، خلاص يا محمد احنا برضه بنتكلم على الطلبه، هو ايه اكسكلوسيف للطلبه اللي هم اخر سنه وهيتخرجوا السنه الجايه بس، لو جاي. حد لو حد صاحبي مثلا متخرج مش هيعرف ياخد الاوفر كده، بس يعني هي للطلبه دي قصص ثانيه بقى يا محمد ان شاء الله رب العالمين. وانت دايما هتلاقي عندنا ريسورسز، هدفنا ان احنا نحط الريسورسز قدر الامكان، هتلاقي في دايما عندنا على السوشيال ميديا وعلى الجروب بتاع او على اليوتيوب شانل بتاعتنا بتاع يوم فيوتشر، اوكي؟ دي البروسيجر، حد عنده سؤال في القصه دي في البروسيجر دي في ناويين نعمله في الكلام ده ولا لا؟ انا عندي سؤال، هتضرب انا تلاقي اللينك بتاع التسجيل على كورس البريبراتوري كورس، انت بص خش على الويب سايت ده
في واحد دخل يسجل على طول اهو. خش على الويب سايت ده، خش على كورسز، هتلاقي اونلاين كورسز. اوكي هتلاقي الصوره دي. هو انا فاتح الويب سايت بس مش لاقي كورسز. طيب خلينا اوريها لك افتحها. فحبيت برضه منشن النقطه دي، وان اي هوم فيتشر بتدي طبعا كورسات في الزي ويف غير الكام اكس كمان، والكواليتي بتاع التريننج سواء هو ب 1500 او 1350 او ب 7000 هي هتبقى واحده. فبصراحه يعني اوبورتيونيتي كويسه. هنشير بس يا ريت يا باشمهندس اسامه لو نشير اللينك بتاع الويب سايت ده في الشات. بس دلوقتي شيرني، شايفين السكرين بتاعتي دلوقتي؟ اه تمام. تقدروا نشير ده الويب سايت، هو كده كده موجود على البرزنتيشن، واحنا هنحط الكلام ده على التليجرام شانل النهارده على فكره يا اخواننا. يعني كل اللي احنا قلناه النهارده ده هيتحط الانستراكشنز دي على التليجرام شانل، والفيديو بتاع كلنا ندخل التليجرام شانل هنلاقي عليها الداتا، مش محتاجينها. وهحط التليجرام شانل دلوقتي، وهنحط وهنحط كمان اليوتيوب بتاعت او الريكوردنج بتاع سيشنز النهارده، نعمل لها شويه ايديتنج بس كده، تنزل قريب على اليوتيوب شانل بتاعتنا او على التليجرام. يعني دايما زي خليكم دايما على التليجرام او على السوشيال ميديا، احنا موجودين هناك وحاضرين. ده الويب سايت اللي كان بيسال، زي ما شايفين كان nextoptimeofficial.com. هتخش على اور كورسز، في عندك الاونلاين كورسز اهو، هتخش عليها. هو حاليا ده الكورس الوحيد الموجود، وان شاء الله بعد كده في كورسات ثانيه اونلاين موجوده كمان. اوكي ده الاونلاين كورس. هتقول ان انا لو انت لسه مش داخل ما دخلتش فيه قبل كده، هتقول ان انا عايز انرول فيه، انا اوريدي لوجد ان، فعشان كده يقول لي كونتينيو ليرنينج. هنا تقول انا عايز انرول فيه، هيقول لك اعمل اكونت، هتعمل اكونت بيزنين باص الجداد عليه. بس عملت الكلام ده كله، هيبقى لك داخل عليه. هتخش عليه، بعد ما تخش عليه هتلاقي انك شايف قدامك الكورسز او الشابترز بتاعتك. اوكي انا كنت بجرب فيه بس كالعاده يعني، فشفته عندك هنا الشابترز بتاعتك. بنتكلم على معظم التوبكس متغطيه في البيسك كورس، اوكي مش كلها ومش كل الماتيريال، الا ماتيريال معينه. هتلاقي في مقدمه بتحكي لك على الكورس ده اوريدي، انت تخش على ايه، تاخد الفيديو، تتفرج على الفيديو. اوكي ولو في كويزز تاخد الكويزز. اوكي ده المقدمه بتاعته. تخش على الكويز، هتلاقي بعد كده في كويز معينه تاخدها تخلصها، خلصتها تخش على الجزء اللي بعده. خلصت خالص تبعت تقول لنا انا فلان الفلاني وانا خلصت الكورس بتاعي، بقى ميك شور ان انت عم فعلا عملت الكلام ده كده. النتائج هيطلع اهي، ده نتائج انا طبعا يعني، فما ايه ما تنقوش يعني. اوكي فهتبعت تقول الكلام ده، وانس بعت الكلام ده هلجد هنكومينيكيت معاك على طريق الواتساب، عن طريق التليجرام، عن طريق تليفونك لو عملنا تليفونك، هنبعت لك نقول لك طب بعت لنا الشهاده مثلا بتاعتك او ان انت لسه طالب في الجامعه. وانس الكلام ده موجود، هنقول لك بالذات ازاي تريجستر في البيسك كورس بتاعنا عن طريق كنيسة اسوشيشن، وهتحضر البراكتيكال امتى والنظري امتى وتدفع ازاي، وهنبروسيد يعني. الهدف ان احنا نبروسيد خلال اسبوع ده ان شاء الله رب العالمين، يعني 15 طالب اللي عندنا خلال اسبوع ده ان شاء الله ربنا نخلصهم ان شاء الله. اوكي طيب انا هعيد الحته دي تاني لان في ناس دخلوا من شويه، فهعيد الحته دي تاني يعني، هشيل تاني السكرين بتاع البرزنتيشن. اوكي زي ما قلنا اللينك والبرزنتيشن وكل حاجه هتبقى على التليجرام شانل، وانا شيرت اللينك بتاع التليجرام شانل على الشات بتاع الميتنج كده. بس عايز اوكي كده البرزنتيشن ظهر تمام حلو. انا بس عايز بس ايه، في ناس بس عايز ادخلها بس. مين ريكوست يعني؟ تمام طيب كده برزنتيشن ظهر زي ما قلنا تاني، يعني بنقول تاني الكلام تاني من الاول. اللي هيخش اللي عايز يحضر الكورس ده بالسعر قلنا عليه، كورس البيسك كورس اللي قلنا عليه فير برايس اللي جاي من الفوتنج 1350 جنيه، قلنا زي ما قلنا من شويه هيخش على، قلنا من شويه ان السعر بتاعه 1350 جنيه، وقلنا خلاص ان الكلام ده مش لاي حد، دي نتيجه الفوتنج. انا براجع بسرعه، والكلام ده فاليد بس للطلبه اللي في سنه 2023 متخرجين السنه دي او يتخرجوا السنه الجايه ان شاء الله. هنتكلم على الكلام ده الفاليديتي بتاعته السمر ده، يعني الشهر ده والشهر الجاي، والشهر ده اولموست خلص يعني. هياخد الاول الكورس التمهيدي وينجح فيه، والكلام ده بس ل 15 اول 15 طالب يقدمه،
الكورس التمهيدي قلنا عليه ان في حاجات كتير بتستخدم من كينكس بيس الكورس اوريدي، فهو كورس اوريدي فاليد. تخش عليه ازاي؟ عن طريق kinexofficial.com. هتخش على كورسز اونلاين كورسز، هتخش تلاقي الصوره دي قدامك، تعمل انرولنج في الكورس ده، هتبتدي تخش في الشابترز بتاعته وتخلصها كلها ان شاء الله. وانس نجحت فيها بتبعت تقول لنا على التليجرام شانل، وده اللينك بتاعتها اهي، اوكي، ان انا خلصت وعايز اكمل. هنبتدي اقول لك البروسيجرز ايه، وانا زي ما قلت لكم بقول لكم انصحكم حاولوا تخلصوا الموضوع في 3 4 ايام، تمام. الكلام ده هيبقى فيه جزء نظري هيجي لكم بيه، وجزء عملي هيتعمل في المكتب عندنا في القاهره. فلو انت من الاقاليم احساسك ان في يوم عملي فيه هتروح عندنا في المكتب تشتغل بايديك، ودي حاجه مهمه جدا في الكورس بتاعنا، لازم تشتغل بايديك طبعا. في امتحان في اخر اليوم ده كمان، امتحان براكتيكال، وده من ضمن امتحانات الكينكس، وبعد كده امتحان نظري بعد كده مع كينكس اسوشيشن بيتحط اونلاين. ودي تحلل انت بالتايم فريم اللي انت مناسب بالنسبه لك، بعد كده تاخد الكورس ان شاء الله وتاخد الشهاده بتاعتك ان شاء الله رب العالمين. زي ما قلنا احنا بنحط دايما اللي بينجح عندنا ويخش معانا كورس بنحط له شويه اندورسمنت على السوشيال ميديا، بحيث ان احنا ايه نعمل له الناس تشوفه الكلام ده كله. قلنا لو انت عندك اي سؤال، ده التليجرام شانل بتاعتنا، وده فيسبوك جروب بتاعتنا، وده واتساب بتاعنا كمان، فابعت لنا لو انت عندك اي سؤال. وهنحط الكلام ده كله على التليجرام شانل النهارده وعلى السوشيال ميديا. يعني لو دخلت على فيسبوك ان شاء الله بكره الصبح او النهارده بالليل هتلاقي الكلام ده، الملخص بتاعه موجود على الانستجرام، على الفيسبوك، على لينكد ان، هنلخص الكلام ده كله. وانس التسجيل خلص كمان الايديتنج بتاعه والمونتاج بتاعه هنحطه على اليوتيوب، بحيث تبقى شايف القصه كلها وعارفها، تمام؟ طيب في اسئله في الجزء ده ولا لا؟ انا هشيل الشيرنج. الجزء بتاع الكورس وان اول 15 واحد اللي هيقدمه هم اللي هياخدوا الاوفر، وان هو للطلبه وكده، في حاجه مش كلير او مش واضحه؟ طيب احنا كده هيكون الشانل بتاعت التليجرام دي دايما موجوده. انا الكونتاكت بتاعي برضو هسيبه في الشات، لو في حد عايز يتواصل معايا على الواتساب او حاجه، ده رقم البيرسونال. والايميل بتاعي برضو. اي حاجه ريليتد بالمجال او بره المجال اي وقت تختارني. باشمهندس وسام، انا ممتن وشاكر لحضرتك على الاوبورتيونيتي اللي انت خليتنا نتجمع بالشباب النهارده، بس شوف كده لو في حاجه تانية حابب يسال فيها، حابب يوضح حاجه، انا معاكم. طيب انا اللي شاكر لك يا محمد والله، وشاكر الشباب كلهم. واحنا بدايه النهارده بس يا اخوانا نحاول نخلي في لينك بيننا وبينكم بقدر الامكان. كطلبه احنا نحاول نسبورت بقدر الامكان، وده واجب علينا. ويا ريت نعرف سبورت، يعني يا ريت يعني نعرف نعمل حاجه كويسه معاكم ان شاء الله رب العالمين، بكواليتي كويسه تفيدكم. فخلوا اللينك مفتوح على طول، ابعتوا لنا اسالونا، وهنحاول نعمل فوتنج بعد كده، نعمل الكلام ده تاني ولا لا، جاوبوا عليه. اظن النهارده دليل ان انتوا لما عملتوا فوتنج بحاجه معينه احنا ريسبكتد الكلام ده كله، كان ممكن حد تاني يكبر دماغه الموضوع خالص ويقول ده مش جايب همه وانسى الموضوع يا عم وكبر دماغه خلاص يعني، لكن احنا الحمد لله مش كده ان شاء الله رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله في سيشن تانيه ونتعلم مع بعض ونستفيد من بعض ان شاء الله رب العالمين. على خير باذن الله. انا اخر حاجه حابب اقولها ان زكاة العلم تداوله، وان مهندس وسام من وانا طالب في الكليه كان دايما ماشي معايا بالمبدا ده، وانا بحاول اطبقه طول حياتي، واحاول برضو ان انتوا يا رب يكون ده المبدا اللي احنا ماشيين بيه كلنا، ويعني يا رب دايما ان كل واحد يتعلم حاجه يعلمها اللي بعده وهكذا. دي بتساعد الانسان وبتساعد اللي حواليه، وان شاء الله دايما يكون كل اللي معانا وكل الناس اللي موجودين في التقدم دايما يا رب. طب في لنا كلنا ان شاء الله. تسلم يا محمد على الكلام الجميل ده، يعني ويعني هي عيشة عمر ان شاء الله رب العالمين. نتقابل تاني ان شاء الله واشوفكم على خير ان شاء الله. اكيد اكيد. والشانل بتاعت التليجرام والكونتاكتس بتاعتنا موجوده كلها في الشات، اي وقت ان شاء الله يكون في بينا تواصل ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم.